أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. أنا اسمي سلمى، عمري 7 سنوات. أنا بعيش مع أمي في مخيم اللاجئين، بس أنا مو طول عمري كنت عايشة بهاي الخيمة الصغيرة. أنا كان عندي بيت، وبيت كتير كبير وحلو كمان، في درج وفي حديقة. مو مصدقين؟ تعالوا أوريكم بيتي. يا سلمى يا حبيبتي خلص لا تروحي هناك، أنا خايفة عليكي من الجنود، ممنوع نروح هناك. أرجوكي يا ماما بدي أوريهم بيتي، ما رح يصدقوني، لازم يشوفوا إنه كان عندي بيت حلو. تعالوا معي، تعالوا أوريكم بيتي. شايفين هذا البيت اللي هناك؟ البيت اللي هناك اللي كتير كبير وحلو، هذا هو بيتي. تعالوا بسرعة، رح أوريكم بيتي ما أحلى. شوفوا ما أكبره، شوفوا قد ايه في غرف. هو للأسف هلأ مش بيتي، هو كان بيتي، صار هلأ البيت لهذا الولد وأبوه. أنا ما بعرف ليه، بس الجنود قرروا إنه هذا الولد بيستحق يعيش في بيتي ويستمتع فيه، بيستحق يكون إله بيت. أما أنا ما بستحق يكون إلي بيت، بستحق أعيش في مخيم للاجئين. صحيح هم أخذوا مني بيتي، بس ما قدروا ياخذوا مني ذكرياتي، وأنا عندي أمل بيوم من الأيام إني أرجع وأعيش في بيتي. رح أوريكم هلأ بس شوي يوم من حياتي لما كان هذا البيت بيتي، وكيف كنت عايشة ومبسوطة. تعالوا معي. أوه إيش الصبح، واو أنا كتير متحمسة لأنه بكرة العيد. رح أحكي لسلمى بنتي ونتجهز ونطلع نشتري أغراض العيد، لازم بسرعة أروح أتجهز. رح أدخل على الحمام وأفرش أسناني بسرعة وأروح أصحي سلمى. أوه كتير متحمسة إنه بكرة العيد وأخيرا، إحنا كتير بنحب العيد وكتير متحمسين نعمل فيه أشياء حلوة. أنا هلأ فرشت أسناني وبدي أروح أشوف بنتي. معقولة تكون لساتها نايمة؟ يمكن بتعملها، ما هي خم نوم. أوه لازم أصحيها. يا سلمى يا سلمى، نام يا ماما، يلا اصحي بكرة العيد بدنا نشتري أشياء العيد. أنا مش نايمة أصلاً يا ماما، ضليت صاحية طول الوقت عم بفكر بالعيد. توقعت هيك إنك تكوني متحمسة، يلا بسرعة خلينا نطلع ونروح نتسوق ونشتري أغراض العيد. ياي يلا نروح نتسوق، أنا كتير متحمسة. وأنا كمان، أنا كتير متحمسة نشتري الأشياء ونعيد وأخيراً. يلا خلينا نروح هلأ على المول. ياي رح نروح على المول. حنركب السكوتر وننطلق. صباح الخير ماجي. صباح الخير ماما. هاي المنطقة اللي احنا عايشين فيها آمنة؟ لأنه المناطق التانية اللي حوالينا كلها فيها حرب. لا تخافي يا حبيبتي، هاي المنطقة آمنة، واحنا في بيننا وبين الأعداء اتفاق إنه هاي المنطقة ما رح ياخذوها منا، ورح نضل عايشين في بيتنا بأمان. بس يا ماما هم من هدول الجنود، ليش باخذوا البيوت من الناس؟ مش عارفة كيف أشرح لك، إنتي لساتك صغيرة وصعب تفهمي هاي الأمور. خلص انسي هلأ، خلينا ننبسط ونشتري أشياء العيد، ما بدنا نفكر بهاي الأشياء. أوكي يا ماما. قربنا نوصل، متحمسة للنزلة؟ وي أنا كتير بحب أنزل على هاي النزلة. وأنا كمان، هياتنا وصلنا، هاي المول هناك. واو ماما الألعاب، ماما ممكن نروح على الحديقة أول شوي؟ بس ما في وقت، بدنا نشتري الأغراض. أرجوكي ماما بس شوي صغيرة، ألعب شوي. طيب ماشي رح أخذك على الحديقة، بس بتلعبي لعبتين بس وبنطلع. أوكي؟ أوكي ياي. بس مثل ما قلتلك ما بدنا نطول. طيب يا ماما ما رح نطول، أوه أنا كتير بحب الألعاب بصراحة. وأنا كمان، يلا إيش رأيك نتمرجح؟ يلا نتمرجح. وي وهو وي، أعلى ماما أعلى، وهو كتير عالية. هاي لعبتي المفضلة. وأنا كمان ماما. يلا ما في وقت، لازم ننزل خلص. 1 2 3 هوبا. ماما أرجوكي كمان لعبة كمان لعبة. طيب حنروح نتسحسل على السحسالة هاي وخلص نروح على المول نشتري الأغراض. طيب يا ماما. يلا مستعدة؟ مستعدة. 1 2 3 وي. كتير حلو ماما. وأنا تسليت كتير،
يلا خلص خلينا نروح قبل ما يسكر المحل. طيب يا ماما يلا نروح. هيو محل الملابس، شوفي ما أحلاه، ننزل أشياء جديدة. أوه واو فعلا شكلها تشكيلة عيد كتير حلوة، يلا ندخل ونشتري. يلا خلينا ندخل. واو شوفي الملابس، واو ماما كتير حلوين، بدي أختار. يلا اختاري اللبس اللي بدك إياه. بدي هذا البينك، بدي هذا البينك، كتير حلو، اللون الوردي هو لوني المفضل. طيب أوكي، أو أنا رح أجرب هاي البلوزة. أوه شكلها كتير حلو، وخليني أجرب معاها بنطلون. واو ماما شكلك كتير حلو، يلا جربي ملابسك. أوه ما أحلى ملابسك، كتير حلوين. أنا هيك لبستي صارت جاهزة، وإنتي خلاص اخترتي لبستك؟ آه ماما اخترت هاي اللبسة، إيش رأيك؟ كتير حلوة، خلص يلا نطلع من المحل. هيك إحنا صرنا أنيقين وشكلنا كتير حلو، جاهزين للعيد لأنه بكرة العيد. ياي ياي بكرة العيد، مو قادرة أصدق. ياي ياي شو هنعمل يا ماما بالعيد؟ رح نروح نزور خالتك وأصحابنا. ياي رح نروح نزور أصحابنا. يلا خلينا ننطلق على البيت عشان نتجهز للعيد. يلا يا ماما ننطلق، حنروح على البيت. وهو وهو وبكرة العيد، وهي وهي شارينا ملابس، ترارا تاتا كل شي جديد في جديد. وهو وهو حنروح على البيت، ترارا تاتا وبكرة العيد، ترارا بابا شارينا ملابس. وهو وهو حيكون العيد، بارارا بابا علينا سعيد، ترارا تاتا. شكلك كتير مبسوطة يا سلمى. كتير كتير مبسوطة، كتير 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 كتير. ومو بس هيك، كتير جوعانة، بدي اروح على المطبخ. طرتي مثل الصاروخ على المطبخ، يلا جاي. استنيني، هيني يا ماما في المطبخ، تعالي انا جوعانة. صرتي قاعدة ومجهزة حالك كمان. ماما شو هناكل؟ لأنه بكرة العيد فهو يوم استثنائي، فعشان هيك جهزت لك مفاجأة كتير حلوة. إيش هي؟ هلأ بتشوفي، مخبياها في الثلاجة. تنترا آيس كريم شوكولاتة وفانيلا كمان، شوفي ما أكبرها، طبقتين. واو ماما واو، خدي هاي الآيس كريمة إلك وهاي الآيس كريمة إلي. يوم يوم كتير لذيذة، أحلى شي في العالم لما تاكل شوكولاتة وفانيلا مع بعض، ولا شو رأيك يا سلمى؟ فعلا يا ماما. ولسه ما خلصوا المفاجآت، عندي إلك مفاجأة تانية، لعبة العيد. واو ماما شريتي لي التبتوب اللي نفسي فيه، واو واو شكرا ماما. أيوة هذا الدبدوب، أنتي من زمان حكيتي إنه بدك إياه، تفضلي يا سلمى خدي، هاي هدية العيد تاعتك. شكرا يا ماما شكرا، هذا دبدوب من زمان نفسي فيه، كتير حلو وكيوت. طيب مدام هلا الدبدوب معاكي، يلا حان وقت النوم عشان يجي بكره بسرعه. يلا يا سلمى خلينا ننام، خلي اليوم يخلص عنا احلام، وبكره العيد حنلعب كمان. يلا يا سلمى خلينا ننام، وبكرة العيد بارارا بابا حيكون سعيد، ترارا تاتا وتصبحي على خير، باي 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 خلينا ننام. يلا يا سلمى هاي غنت لك أغنية النوم، يلا نامي عشان يجي بكرة بسرعة. بس ماما جاي عبالي ألعب بلعبتي الجديدة شوي. بكرة معاكي طول اليوم تلعبي فيها، وحنعمل كل مغامراتنا اللي اتفقنا عليها. شو هذا الصوت؟ ماما شو هذا الصوت؟ مش عارفة ماما أنا خايفة. تعالي تعالي خليكي عندي يا سلمى، مش عارفة شو هذا الصوت. ماما أنا خايفة كتير. كتير خايفة. لا تخافي يا حبيبتي، يا رب ما يكون اللي ببالي، تعالي خلينا نشوف إيش فيه. ماما أنا خايفة كتير. لا تخافي يا حبيبتي.
يا لطيف اشهد، ايش في؟ مين؟ اطلعوا من البيت فورا، في امر اخلاء، اطلعوا بسرعة، البيت هذا بطل لكم، صار هذا البيت إلنا. كيف يعني البيت بطل إلنا؟ ليش عم بتطخ علينا؟ أرجوك وقف، هذا بيتنا، ما بنقدر نطلع. انتهى، بطل بيتكم، رح نخلي كل المنطقة وكل الحي، اطلعوا، يلا بسرعة، مالك واقفة زي الهبلة، اطلعي رح أطخك. أنا خايفة، عم بتطخنا ماما. خلينا نهرب، خلينا نتخبى، خلينا نشوف مكان نتخبى فيه. يا الله، الأعداء صاروا بدهم ياخذوا هاي المنطقة كمان إلهم، مع إنه إحنا كنا متفقين إنه هاي المنطقة ما رح ياخذوها. شو نسوي؟ ماما شو رح نسوي؟ خلص خلينا متخبيين هون، يمكن يطلع ويسيبنا. ماما أنا خايفة. انتوا لساتكم واقفين هون؟ مش حكيت لكم اطلعوا؟ يلا اطلعوا. أرجوك خلص أرجوك. حكيت لك اطلعي. أرجوك هذا بيتنا، نطلع وين نروح؟ احنا كان في بيننا اتفاق انه هذا البيت يضل إلنا. ما في بيننا اتفاقات، يلا اطلعي خلص، هذا اخر تحذير إلك ولا حطخك وطخ بنتك. لا خلص أرجوك، رح نطلع رح نطلع. يلا يا سلمى لازم نطلع. يلا بسرعة تحركوا برا. بس بدي أخذ أغراضنا وأشياءنا. ما إلكم أغراض ولا أشياء، اطلعوا زي ما أنتوا، يلا بسرعة ما في وقت. طيب يا الله، ما خلانا ناخذ أغراضنا. تحركي، ليش لساتك واقفة؟ ما بتفهمي؟ تحركي رح أطخك. طيب طيب عم بتحرك. ماما نطلع من البيت، وين نروح؟ مش عارفة بس لازم نطلع، لأنه معاه مسدس ورح يطخنا إذا ما طلعنا. لساتكم واقفين، ما تطلعوا. طيب رح نطلع. يا الله انتو كمان؟ ايش صاير؟ عمالهم يطلعوا كل الناس من بيوتهم غصب عنهم. احنا كمان طلعونا من بيتنا. يا الله كل الجيران طلعوهم من بيتهم، اخذوا المنطقة كاملة. ايش نعمل هلا؟ احنا اخلينا المكان، اتفضلوا هذا بيتكم الجديد. ايش؟ رح يعطيهم بيتنا؟ طب ليه؟ واو ما اروع البيت، ايش رأيك يا ابني؟ كتير حلو يا بابا. تفضلوا ادخلوا على البيت واستمتعوا. بس هذا بيتنا احنا. انتوا ما الكم بيت، هذا الحي كله صار تابع لدولتنا وهاي البيوت صارت إلنا. بس هذا بيتي أنا. بابا مالها هاي الست بتعيط؟ ما بعرف، ما تهتم لها. يلا يا حبيبي خلينا نروح على البيت. ليش يا بابا عم تحكي هذا بيتنا؟ ما بعرف عنها. انتو كيف هيك تاخذوا البيت تاعنا؟ هذا بيتي أنا، أنا اشتغلت عليه، وين أروح؟ روحي من هون، يلا تفضلوا ادخلوا بيتكم. هذا بيتي أنا. بابا مالها هاي البنت الصغيرة كمان؟ ما بعرف يا حبيبي، بس خلص خلينا ندخل، الدنيا مطر وبرد وخايف عليك تبرد، خلينا ندخل ونتدفى في البيت. يلا يا حبيبي تعال. أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق، كيف يعني هيك بدكم تطلعونا من بيتنا؟ أنا وين أروح؟ وين أروح؟ هذا الموضوع ما بخصني، يلا اطلعوا، هاي المنطقة كلها إلنا وممنوع تيجوا عليها، خلاص هاي صارت تابعة لدولتنا، روحوا شوفوا أي مكان تروحوا عليه، ممنوع تدخلوا هاي المنطقة أو تعتبوها ولا رح أطخكم. يلا يا سلمى خلينا نروح. ماما أنا نسيت دبدوب العيد بالبيت، بدي أخذ دبدوب العيد معي. لا خلاص خلينا نروح. لا ما بدي، بدي أخذ دبدوب العيد. سلمى بدي دبدوبي. يا سلمى تعالي، دبدوب العيد، أعطوني دبدوبي. بابا مالها؟ عن شو عم تحكي؟ أي دبدوب؟ دبدوبي أرجوكم، بس أعطوني دبدوبي. دبدوب العيد. تعال يا ابني يا حبيبي، شكله هاي الست هي وبنتها مجانين، تعال خلينا نطلع فوق ونرتاح.
وبعدين معاكم انتو، ما بتفهموا؟ خلص روحوا من هون، هذا البيت بطل إلكم، بسرعة روحوا ولا حطخكم. تعالي تعالي يا سلمى. خلص رح نروح رح نروح. يلا تحركوا. ماما وين رح نروح بهذا المطر؟ مش عارفة يا بنتي مش عارفة. ماما هيك يعني احنا ما قلنا بيت؟ ماما بصير يعني هيك يطلعونا من بيتنا؟ بصير هيك؟ لا يا حبيبتي طبعا ما بصير، بس شو بإيدنا نعمل؟ ما في بإيدنا أي إشي نعمله، هو معاه مسدس وهو أقوى منا وما في أي حدا يساعدنا، لازم نهرب ولا رح يموتنا. بس وين نروح؟ في مخيمات للاجئين عملوها المنظمات الخيرية، هي خيم بنقدر نقعد فيها. خيمة؟ آه حروح عند واحدة منها، هاي هي الخيمة، تعالي يا سلمى تعالي ندخل. راح نعيش في هاي الخيمة، تعالي يا بنتي ادخلي. ماما المطر كله جوا الخيمة، ماما هاي الخيمة ما بتحمي من المي ولا من البرد. ايش نعمل يا حبيبتي؟ ما عندنا غيرها، خلاص اخذوا بيتنا. ماما ايش هنعمل؟ ما بعرف ايش هنعمل، لازم نستنى يخلص المطر، ما في عنا حل تاني. ماما المطر عمال يروح. الحمد لله على الأقل هلأ صارت الخيمة ناشفة. ماما لمتى حنضل قاعدين في هاي الخيمة؟ أنا خايفة تمطر كمان مرة. ما بعرف يا حبيبتي، رح نضل قاعدين فيها لحد ما يصير في عدل في هاي الحياة، ويصير من حق كل الأطفال إنهم يعيشوا في بيوت وما حدا يطلعهم من بيتهم لأي سبب إن كان، ونصير نتعامل مثل ما بيتعامل هداك الولد هو وأبوه. طب متى ماما حيجي هذا اليوم؟ متى؟ ما بعرف، بس أخريته يجي، وقبل ما يجي لازم نتحمل ونصبر. وبس هاي هي قصتي، أنا دايما باجي على هذا الحي اللي هو حي، وبوقف عند بيتي برغم من الجنود المرعبين اللي معهم مسدسات، لأنه هون أحلامي. أنا بطلت أعيط طول الوقت لأني متأكدة إنه حيجي اليوم اللي حيصير فيه هذا العدل، وحرجع على بيتي وحقابل دبدوب العيد تاعي. أنا كتير اشتقت لدبدوبي، أكيد هو كمان عم يستناني إني أرجع على بيتي، وأنا ما رح أتخلى عن دبدوبي أبداً، ورح يجي هذا اليوم ورح أكافح وأعمل وأبذل كل شي بإيدي إنه يجي هذا اليوم اللي أرجع فيه على بيتي وأجتمع فيه بدبدوبي. التهجير القسري هو جريمة حرب، فلنعمل معا لنجعل نهاية سلمى سعيدة، فهي تستحق أن تعيش في منزل. لا يوجد نهاية للقصة بعد، فلنعمل معا لنجعل نهاية هذه القصة سعيدة ويعود كل الأطفال المهجرين حول العالم إلى منازلهم.